يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة حاب أعمل معاكم بسكوتة لكن لذيذة جدا، شكلها حلو، طعمها حلو، مقاديرها بسيطة وطريقة التحضير سهلة جدا. بسكوتة جوز الهند، كلنا طبعا بعد رمضان بيفضل عندنا شوية من جوز الهند وبنحتار نعمل بيهم ايه. النهاردة هنعمل بسكوتة جوز الهند بمقادير بسيطة قوي، بس هتطلع معاكي خفيفة ومقرمشة وطعمها لذيذ. يلا بينا نبدأ، وبسم الله. في الأول كده هنحتاج نص كوباية سكر، اللي هو السكر العادي الحبيبات، مش شرط يعني ان احنا نستخدم السكر البودرة. بعد كده هنحتاج لبيضة، وهنحط مع البيضة والسكر نص معلقة صغيرة فانيليا سايلة او كيسين من الفانيليا البودر، وبالمضرب السلك اليدوي هنبتدي ان احنا نقلب لحد ما السكر يدوب يعني بشكل كده بسيط. طبعا السكر مش هيدوب كله، هيفضل فيه شوية كده برضو حبيبات، وده هيدي طعم حلو قوي للبسكوتة وانتي بتاكلها كده تحسي فيها قرمشة بسيطة. بعد كده هننزل بربع كوباية او تلت كوباية، يعني تقدري تستخدمي المقدار ده، ربع كوباية او تلت كوباية زيت او سمنة او زيت على سمنة، وتقدري برضو تستخدمي الزبدة لو حبيتي، وهتحطي برضو ربع كوباية او تلت كوباية، بس الزبدة هتكون سايحة معاكي شوية. ونقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما تبقى بالشكل ده. بعد كده هنحتاج 4 معالق كبار مليانين جوز هند، والمقدار ده تقدري تزوديه زي ما انت عايزة، ممكن يبقى 5 معالق او 6 معالق، بس في الاول هنضيف الدقيق اللي هو مقداره كوباية ونص دقيق، يعني 300 جرام تقريبا. بس احنا هننزل الاول بالدقيق، وهنحتاج كمان 2 معلقة كبار مليانين نشا، والنشا هيديني كده قرمشة بسيطة للبسكوتة بتاعتنا النهاردة. وهنحط 2 معلقة صغيرة بس مش مليانة قوي بيكنج باودر، وبرضو رشة ملح بسيطة، بس دي ما بنتش يعني في الفيديو. بعد كده هننزل بجوز الهند اللي هم 4 معالق كبار مليانين، ونقدر نزود المقدار زي ما احنا عايزين، بس مش هنزوده كتير قوي علشان العجينة ما تبقاش خشنة معانا. تمام، يعني نقدر نحط 4 معالق او 5 معالق او 6 معالق، و5 معالق كبار مليانين دول بيعملوا نص كوباية. هنقلب بالمعلقة الخشب او بالاسباتولا لحد ما الدقيق يشرب السوائل. بعد كده هنشيل المعلقة ونبتدي نقلب بايدينا. هنا احنا بنقول بقى هنقلب ليه، لان البسكوتة دي مش محتاجة عجن خالص. احنا نشيل المعلقة ونشيل بواقي العجين اللي فيها. بعد كده هنقلب تقليب بسيط برضو بصوابع الايد لحد ما نلم العجينة معانا. هنبتدي بقى نشوف قوام العجينة هنا محتاج سوائل ولا هي كده مظبوطة. انت ممكن تستخدمي 1/3 كوباية زيت او سمنة تلاقي العجينة مظبوطة معاكي ومش محتاجة سوائل خالص. هنختبرها الاول بان احنا نكور واحدة، يعني ناخد حتة كده نكورها ونضغط عليها، لو لقيناها فيها تشققات كتير كده يبقى العجينة معانا محتاجة نسبة من السوائل. هحط لها 2 معلقة بس من الحليب، ونقدر نبدلهم بالمية، يعني ممكن تحطي 2 معلقة مية لو انتي ما عندكيش لبن يعني. وهنبتدي نلم العجينة برضو بصوابع الايد كده، نلم العجينة لحد ما العجينة تشرب 2 معلقة اللبن او المية، ونختبر القوام بتاعها تاني. الاختبار زي ما انتوا شفتوا بسيط قوي، هناخد حته صغيره ونكورها على كف الايد، لو طلعت كوره ما فيهاش تشققات احنا هنضغط عليها ضغطه بسيطه، يعني هنكورها ونضغط عليها ضغطه بسيطه. هنا انا لميت العجينه، هي هيبقى فيها تلزيقه بسيطه قوي، بس مش مشكله، يعني مش هتعمل لنا مشكله في الفرد خالص. كده العجينه معايا، انا حاسه انها كويسه، فهعمل ايه، هختبرها زي ما قلنا كده، هنكورها ونضغط عليها ضغطه بسيطه، لو طلعت ناعمه كده وما فيهاش تشققات يبقى خلاص نسبه السوائل اللي حطيناها كده مظبوطه. ممكن العجينه اللي انت بتعمليها تحتاج 3 معالق ميه او لبن، فابدأي بـ1 معلقة 2 بعد كده 3 لحد ما تظبط معاكي بالشكل ده. هنبتدي نشكل على طول، طبعا احنا ما عندناش خميره فالعجينه بتاعتنا مش هتخمر ولا حاجه، احنا هنسيبها 2 دقيقة بس ترتاح. بعد كده هنحطها على كيس مفرود ونحط كيس فوقيها. طريقه التشكيل سهله قوي علشان تخلصي الكميه اللي انت عايزاها في وقت بسيط. هنبطط عليها كده تبطيطه خفيفه، بعد كده هنجيب النشابه او المردانه ونبتدي نفردها. هتفردي كده يعني حاجه بسيطه، بعد كده هتبتدي تنعمي الوش بتاع العجينه. واحنا بنفردها بالنشابه او بالمردانه بنحس ان الوش يعني فيه موجه، فلما نمسك المردانه كده ونسحبها على العجينه بالطريقه دي الوش كله بينعم ويبقى مسطح كده، ما بيبقاش فيه اي تعريجات خالص. هنشيل الكيس ونبتدي نجيب القطاعات اللي عندنا او السكينه او غطا الازازه، اي حاجه، المهم في الاول قبل ما نقطع هنحط شويه جوز هند على الوش.
برضو كده معلقتين ثلاثة كده، ونحط نرشهم على الوش كده بالتساوي على العجينة كلها. وهنجيب المردانة برضو ونمشيها كده مرة واحدة، ده هيثبت جوز الهند، لانك لو انت بطلتيه بايدك كله هيلزق في ايديكي، لان طبعا العجينة فيها زيت وسمنة، فهتلاقي جوز الهند لزق في ايديكي. فبالمردانة كده واسحبيها هتلاقي جوز الهند ثبت على وش العجينة. بعد كده هتجيب القطاعة، انا عندي قطاعة على شكل قلب، فهاخد جزء كده اعمله على شكل قلب. بعد كده هجيب الشكل البيضاوي ده، شكل جميل جدا. الاشكال دي انا بجيبها من محل التوحيد اللي بيبيع مستلزمات الحلواني، المحل ده موجود في العتبة طبعا وكل الناس عارفاه. القطاعة الواحدة كنت جايباها ب15 جنيه في رمضان، فسعرها بسيط كده، تقدري تجيبي الشكل اللي انت عايزاه وتستخدميه في تشكيل البسكوت. بعد ما قطعنا بالاشكال اللي احنا عايزينها، انا عملت شكل لوزة كده، والشكل هو البيضاوي والقلب، ونبتدي نشيل الحتت اللي هي الزيادات، ونطلع البسكوتة ونرصها على الصينية. وطبعا الزيادات بتاعت العجينة هنجمعها كده في الآخر، وعلى الكيس برضو هنبتدي نفردها. البواقي دي طبعا او اللي فضل من تقطيع البسكوت بيبقى فيه شوية جوز هند زيادة، مش هيعملوا اي فرق خالص. برضو كده افرديهم على طول وقطعيه بنفس الطريقة، هتلاقي خلصت كمية البسكوت يعني في ثواني. المهم ان الصينية اللي هترصي عليها البسكوت تكوني مسحاها بفرشة زيت بسيطة، لان البسكوتة دي ممكن تلزق شوية في الصينية، فحاولي ان انت تدهنيها بفرشة زيت او سمنة، مسحة بسيطة خالص كده على الصينية، ورصي البسكوت جنب بعضه، وخلي المساحات بتاعت البسكوت كلها قد بعض، لان المساحات ما بتكون ضيقة شوية وكبيرة شوية، ده بيخلف شوية في التسوية، ما بيخليش التسوية كلها زي بعض. فالانتظام في رص البسكوت ده بيظبط التسوية مع درجة حرارة الفرن، ودي حاجة مش كلنا نعرفها. تمام، دي البواقي انا قطعتها بنفس الشكل ده، وهرصها في الصينية. كوباية ونص دقيق ملولي اللي هي الصينية الكبيرة، ده اكبر مقاس عندي، بس يعني كوباية ونص عملوا كمية حلوة قوي من البسكوت. طبعا احنا كده خلصنا تشكيل ورصينا في الصينية على طول بالاشكال اللي احنا عايزينها، ولو ما عندناش الاشكال دي نقدر ان احنا نقطعها مربعات بالسكينه، يعني مفيش حاجه توقفنا خالص. بعد كده هتدخل البسكوت فرن سخن مظبوط على 180، وهحط الصينيه على الرف اللي في النص، والبسكوته العسل دي هتقعد معايا 20 دقيقه في الفرن. انا شغلت المروحه، ممكن حتى لو ما شغلتيش المروحه هتاخد التسويه الحلوه دي، هتلاقي الجوانب بتاعت البسكوته اخدت لون ذهبي بسيط، والارضيه بتاعت البسكوته برضو واخده لون ذهبي بسيط، هتطلع معاكي خفيفه قوي ومقرمشه، وريحه جوز الهند كده طالعه ماليه البيت كله. طريقه سهله جدا جدا زي ما شفتوا، والمقادير معانا بسيطه، وتقدري تحطي الماده الدهنيه اللي انت عايزاها، وبيضه واحده بس هتعمل لك البسكوته الحلوه دي. بسكوتة جوز الهند من البسكوتات الجميلة قوي اللي طعمها حلو وريحتها حلوة، وزي ما شفت المكونات بسيطة، وان شاء الله لما تجربوا الطريقة بتاعت النهاردة هتعجبكم جدا جدا وتعملوها باستمرار. والسلام عليكم.